كشف ضوء النهار على مشهد مرعب تركه الليل وسط مدينة الحياة بيروت، ليرسم الكثير من علامات الاستفهام حول ما جرى في أزقة العاصمة. دماء متناثرة على طول درج غلام وآثار أقدام دمغت الدم الأحمر تشير إلى عبور مصاب أو أكثر، مروراً بشارع صلاح لبكي وصعوداً باتجاه القسم الثاني من الدرج الشهير. استمر مشهد الدماء على الأرض إلى أن اختفى ليعود ويظهر على مسافة بعيدة من المكان، وبالتحديد أمام أبرشية بيروت المارونية. جيت 6:15 من بيتي من الحزمية، وقفت على موقف تحت هون، أنا أول درجة تاني درجة فكرت حدا من السهرانين بالليل كيب بكاتشب، طلعت 4-5 درجات عمق، بعدين شفت إنه عملية دم مش عملية هذا. وصلت لهون كله مثل ما حضرتك شايفة هلا، كله دم لفوق لآخر الدرج. بعتنا شباب لفوق لآخر، قالوا قطعوا الدرج الثاني كمان في دم، بس في أكثر، يعني في بتلبقها دم، يعني بعد ما تحددت، لأنه بالكاميرات انقطعت الكهرباء، ثقبت إنه انعملت هي أكيد، يعني بعد ساعة واحدة تنتين، لأنه الساعة 12 كان عندنا سهرانين هون راحوا، ما كان في شيء عادي، يعني بعد تنتين. وفي شاب هون مسؤول معنا ألان شاور كمان كان ماري وبيته هون بلزقه وتلفن، وشفنا واتصلنا بالأجهزة الأمنية من المخابرات اللي عم تشغل شغلها، وهلأ أنت يمكن شفت المعلومات، والشرطة بيعطيهم مغفر النهر عاملين بعدهم هلأ مش هيخلصوا العشية. في مقابل فرضية الحدث الأمني، يحاول عدد من أبناء المنطقة التخفيف من الهواجس الأمنية للحدث، معتبرين أن المتناثر على طول الدرج ليس بدماء بل بطلاء أحمر اللون. إلا أن أحد الأطباء الشرعيين الذي صادف مروره في مكان الحادثة عند حضور فريق سباتشات في تمام الساعة 12:00 ظهراً، أكد لنا أن الدماء المتواجدة على الأرض هي دماء حقيقية، ورجح أن يكون قد مر حوالي 10 ساعات على الحادثة نظراً لحال الدماء وتغير لونها، وأن صح ذلك تكون الحادثة قد وقعت حوالي 2:00 من صباح اليوم. كتير يعني في شغلة، يا واحد أو اثنين أو على الأقل بعضهم، يعني شغلة مثل هيدي ما صارت، يعني بلا عياط وبلا صريخ، يعني في دم وفي وجع، يعني أكيد هل المضروب أو المقوص أو مضروب شيء اللي حد انه يصرخ. بعض الناس قاعد سمعوا اصوات صوت بالليل عالي وعياط، بس ما قدروا حددوا وين العالم عم بتخاف، ما حدا عم يقدر يظهر ليشوف مين فيه. عاينت الاجهزه الامنيه محيط ابرشيه بيروت المارونيه، حيث وجدت دماء متناثره في محيطها، مع الاشاره الى انها تبعد 4 دقائق تقريبا في السياره عن مكان الحادثه. ووفق المعلومات الأولية، فإن الأجهزة الأمنية تقوم بإفراغ محتوى كاميرات المراقبة في المنطقة للتأكد من وجود حدث أمني أو أن الدماء ناتجة عن حيوان مصاب، وعن ترابط مسرح الدماء في نقطتين مختلفتين. خوف كبير يسيطر على أبناء المنطقة، ليس بسبب ما حدث اليوم فقط، إنما بسبب ما يحصل من حوادث سرقة وقتل مؤخراً. في سرقات كتير عم بتصير لدرجة ما عم ينعلن عنا، يعني العالم إذا بينعلن عنا يمكن بيصير في رعب بالمنطقة، عشان هيك ما عم ينعلن عنا بالشكل ده. بس نحن كمختار، أنا وكرئيس رابط مخطير وعندي اتصالاتي كلهم يدقوا لي بيقولوا عنا صار كذا كذا، أنتوا آخر مرة يمكن عرفتوا أول شيء حطيتوها أنتوا وقتها تقوص الشاب من بلدية بيروت، من الحرس بلدية بيروت هون على آخر الدرج، هون على درج الغلام، يعني هالمنطقه هذه يعني شو بدنا نعمل، شو مثل حراسه ذاتيه، يعني ما بقى فينا نعمل اكثر من هيك، اكيد مش بالسلاح ولا نحن مع القانون تحت القانون، بس نساعد قوى الامن ونساعد المخابرات ونساعد كل الناس، يكون في شباب عم تتطوع، يعني تتطوع انه يكونوا شباب مرتبه مش جايين يعملوا زعرانات ويعملوا مشاكل مع حدا. الغريب غريب وقاعد بصوره قانونيه، اهلا وسهلا فينا، نحن بلد بنستضيف كل الناس، بس الجايين اللي يسرقوا وينهبوا ويخربطوا الأمن بالبلد، لا نحن مش هنوقف معهم أبداً.